اشتركت أنا ومجموعة من الأهل والأصدقاء في تجارة، واتفقنا جميعا على شرط معين، وهو أن يرعى التجارة هذه 4 أفراد كل أسبوع، ويكون هذا الإشراف بالتناوب. والشرط الثاني أن من يتغيب عن هذا الإشراف يخصم منه مبلغ من المال الذي يتقاضاه شهريا ويوزع على الذين قاموا بالإشراف. فهل إذا حصلت على مال من هذا يعتبر حلال أو أن فيه شبهة؟ جزاكم الله خيرا. لا شبهة في ذلك ولا بأس، بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، فإذا قمتم بالعمل بدلا عنه فإنكم تستحقون الأجرة التي يستحقها لو حضر وقام بالعمل. فما أخذتموه إنما أخذتموه في مقابل أنكم قمتم بالعمل بدلا عنه. نعم.